السلام عليكم. اشهر البرامج اللي بتعمل كرييت للموديل هنلاقي عندنا الريفت، تمام. ما اعرفش هو ليه محول لغه النرويج، خلينا نحولها لانجليش. ممكن الذكاء الاصطناعي بتاعه يتنبأ ان انا رايح النرويج ولا حاجه، تمام. وده السعر بتاعه 9000 يورو كل 3 سنين لو انت عايز تشتري. ده تكلا استراكشر، ده من برامج البيم القوية. عندنا اركيكاد، ده من البرامج القوية جدا، هو اول برنامج اتعمل في مجال البيم. السيجل 3D، وده بقى في شغل الانفرا استراكشر، ملوش حل، خطير. هو سعره 2000 دولار في السنة، 2400 دولار في السنة للجهاز الواحد. التريمبل ده برضو من البرامج القوية في برامج البيم. عندنا برنامج الفاكتور ووركس، وده في برضو معماري وشوكر وميكانيكال، وفي حاجة خاصة بالشغل الانفرا. الاول بلان من البرامج القوية جدا، الاول بلان والفاكتور ووركس والريفت والاركيكاد، وكل ده شرح في البيم اريبيا، وهتلاقي الشروحات على اليوتيوب ببلاش. الراينو، هو الراينو للأمانة مش من برامج البيم، بس قريب جدا هيتحول لبرامج البيم. يعني الفكرة كلها ان لما ارسم كتلة يتقال ان دي حيطة، ان دي باب شباك، وده ان شاء الله يحصل قريب، احد التنبؤات يعني.